السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الحاجات الرائعة في حرية الرأي وحرية الإبداع وتقبل الآخر، إن لو الرأي فيه شتيمة وفي عدم رد بيساهم في إن هو ينشره، لكن لو أنت رديت بنفس الطريقة اللي بفهمها العقل الغربي وشايفين إن الرأي ده ممكن يأثر، لا يمنع الفيديو بتاعك، زي ما حصل مع اكتر من حد يعني اثناء الاحداث الاخيره في غزه، اضافوا ناس كتيره. فلو الراجل داخل ومش عارف يتكلم او بيتكلم بالطريقه اللي فهمها العقل الشرقي لكن العقل الغربي مش قادر يستوعبها او ما عندوش ادله، خلاص بينشر الفيديو وخلاص. انما لو انت بتكلمه بلغته، مش بقصد اللغه الانجليزيه لكن بالطريقه اللي هو يقدر يفكر بيها، زي ما عملت الاستاذه رحمه في الفيديو بتاعتها وباسم يوسف، وكان في واحد تركي كان مرشح في الانتخابات في امريكا، لما لقوا لهم تأثير بدأ يقفل لك الفيديو دي في دول اوروبا واستراليا ويفتح في الدول العربية، يعني يتفرجوا عليها عادي مفيش مشكلة، خلوا بنسبة المشاهدين لكن ما خلوهاش تأثر على الرأي الغربي. تمام، في كذا حد موجود في الدول الاوروبية ورينا فيديوهات، والعكس ان مثلا في بعض الفيديوهات كانت بتتكلم مثلا ان في خطه معينه لتهجير اهل شيخ الراح، فراح اوتوماتيك لما لقوا ان هي ممكن تعمل مشكله في الدول العربيه راح منحهم كل الدول العربيه بلا استثناء، يعني حاولت تدخل من خلال في بي ان ما رضيش، بس فتحت مع ناس في امريكا واوروبا وخلتهم يبعتوا لي الفيديوهات ديت. فكان الموضوع مخطط من سنين قبليها، لكن الدول العربية ما ينفعش تشوفها فيها، لازم حد يكون ساكن بره. فهي دي حر التعبير، يعني هو لو هتشتم اشتم براحتك، انما لو هتتكلم بالطريقة اللي فهمها العقل الغربي ويوضح له حقيقة المسألة، تمام، لان ليها شوية افكار، يروح قافل لك الفيديو بتاعك بحيث ان هو ما يأثرش. بحيث هو قعد فترة طويلة بيسيطر على الإعلام، بيسيطر على المؤسسات الكبيرة، الحاجات العملاقة، لكن هو يفاجأ ان واحد بدأ من خلال اليوتيوب او الانستجرام او حاجات صغيرة ومن غير مايك مثلا وبالموبايل بيحط الافكار بتاعتهم، لان هو مش معتمد على تكنولوجيا حديثة، هو معتمد على الحقيقة، بيعتمد على العقل، بيعتمد على التفكير المنطقي، بيعتمد ان هو يحلل الاكاذيب بتاعتهم. يفاجئ ان هو مثلا صرف كذا مليار ويطلع واحد يعمل فيديو صغير يرد على الاكاذيب بتاعتهم، فتلاقي كل الناس بدأت تقتنع بالرأي اللي مش بيطلع في حاجة، وعلى القنوات بتاعتهم بتاعت اليوتيوب والانستجرام فيقول لك طب ما احنا نبدأ نمنع ونحذر، لكن لما يبقوا كتير مرة واحدة يبدأ يفكر ما انا كده هخسر. وبالذات ان في منصات ممكن نسيب مثلا الفيسبوك ونروح للتويتر، وده اللي خلاه بعد ما انظر ناس كتير بقفل صفحاتهم بدا يتراجع وبدا يحاول ايه، طب خلاص احنا هندوك فرصه ثانيه وثالثه وهكذا، المهم ما تسيبناش، يعني الهجره الجماعيه دي تقلقه، التوجيه ده على اللزوم بدا الناس تتضجر منه. ف ما تصدقش فكره حريه الابداع وحريه الراي والحاجات دي كلها الا لو هي بتخدم الاراء بتاعتهم. اللي ممكن يقلمهم ان الفلوس، فلذلك فكره المقاطعه ديت المفروض بدروس صح، ومفروض ان احنا نختار المنتجات الاني منتجات اللي احنا نقاطعها، ونحاول ان احنا ندعم قاعده عامه اي منتج يعني تبع بلدنا ندعمه، اي منتج تمام، وحتى لو الجوده قليله دعمه وابعت له قول له عايزين نزود الجوده، وقول على الملحوظات اللي حسن بها الجودة، وقطع أي منتج يكون بيشجع عدوك، مفيهاش يعني صديق عدوي عدوي، مفيهاش أي فكرة خالص. السلام عليكم.